كان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي برا. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي برا. رايح يجيب عيش.
ايدي بتشد. هو في حته احسن ونعمه شريفه في حته احسن. انت هتبقي احن عليه من ربنا. مش هشوفه تاني، مش هشوفه تاني. تصدق اللي بيحصل ده؟ دفن وعزاء وفي مين؟ في نصها؟ حد يصدق ده كله يا جدعان؟ كلفت في دقيقة، لا في دنيا غير الدنيا، لا فيها أهل ولا عيلة ولا أصحاب ولا أخوات، والناس كلهم فيها زي بعض. انا حاسس ان يدخل عليا فجاه ويقول لي يا رايق علمني حركه جديده يا رايق. الموت بقى سهل قوي، ما بقاش يفرق بين كبير وصغير، راجل ولا حتى عيل. اديها لي قبل ما اروح لاسم، زي ما يكون حاسس انه مش هيشوفني تاني. وحدوها يا جدعان، الواد ده دلوقتي في حته احسن مننا كلنا. وبعدين مين عارف، ما كان ممكن يكبر ويمشي في نفس السكه اللي احنا مشينا فيها وبرضه يضرب رصاصه، بس متاخر شويه. هو خد الطلقة وارتاح، صح؟ عارف يا يوسف، عارف يا ميمي، عارفين وانا في العزاء كنت بفكر في ايه؟ كنت بفكر في نفسي وانا عيل صغير. عيل صغير يا دوب يشوف ابوه الساعة 6 الصبح، يرجع من الشغل، يفطر، ينام. كل يوم انا رايح المدرسة كنت بكلم نفسي انا عايز اشتغل شغلانة تانية خالص غير اللي ابويا بيشتغلها. عايز لما اجيب عيالي اخدهم في حضني وياخدوني في حضنهم. في الاخر اشتغلت نفس شغلانته وبقيت اسرفز على الناس، اخدم عليهم. الناس اللي عندهم الفلوس ملهاش حساب. يا بختك يا ديبو، انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله، معرفوش. وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسله امي، معرفش غيرها. حتى اسمي لما كان حد بيسالني عليه بقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش. سألتها كتير، أبويا مين؟ طب أبويا فين؟ ما تجاوبنيش، كرهتها. عارفين يعني ايه تكره أمك اللي أنت عايش معاها ومتعرفش غيرها؟ عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم. واحلى نظره بالنسبه لي لما اشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفه ومرعوبه مني، والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه ان انا بني ادم. لا مش بني ادم، أنا أحسن بني آدم. أنا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا إن أكسر عين حد. أنا طلعت لقيت أبويا قهوجي، علمت الدنيا
طول الوقت كان ريحته محسن، بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة، بس رقاصة جدعة. ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس. وفجأة أبويا وأمي ماتوا، سابولي كل ده. ماسي كده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقول، بس طول عمره سواح في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفتره اللي سافرت له فيها طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها احتام، وما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير. نص هو ابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل مالوش دية. حد يقدر يقولي دلوقتي نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه يا ميمي، حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. هي بقت كده عشان دم النص اللي راح ده. انا بقولها لكم، طول ما هنشوف من الدنيا اسف، طول ما هتشوف مننا غباوه، الأيام دي بتفكرني بنكسة 67، مظاهرات في الميادين وفي الشوارع، والأبواب كلها مفتحة والجيش مرتبك. كلامك مظبوط رغم المفارقة بين الحدثين، دي ثورة ودي نكسة. الكلام في سرك، أنا البيزنس بتاعي زاد بعد الثورة. معقولة؟ مع إن المفروض الثورة دي قامت عشان تحارب الفساد، لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة خالص. كل القوى المكبوتة بتحارب بعض وبتتخانق مع بعض في الشوارع وفي الميادين، كله عايز ياخد البلد لحسابه، أو عايز ياخد حتة من التورتاية. ليبراليين على إخوان على يساريين، وللأسف الصور الحقيقيين تاهوا في الميدان، بقوا عاملين زي الأنبياء اللي مالهمش تابعين. وفي الجو ده البيزنس بينتعش طبعا، بيبقى فيه لاعبين جداد ومنافسين من نوع مختلف. منافسين؟ ينافسوا مين؟ ينافسوك انت؟ لا، انا بالنسبه لي تجاوزت المرحله دي خالص. انا اللي بختار العملاء بتوعي. انا بتكلم بشكل عام، في حاله الهدم واعاده البناء دي الانقاض بتبقى كتير والبيزنس بيزيد. المشكله ان النظام السابق كان غلط الكوارث كتير، ولما انكشف حصل انفجار يعدي اي استيعاب، سواء كان امني او اقتصادي او حتى اجتماعي. هي فعلا ازمه لاي حاكم، لانه بيحكم بمنطق حلق حوش. بالظبط، حلق حوش. مرسي على التمثال. تحت امرك. بعد زي الفل. سلام سلام يا حوت. ها جنى احسن. يا ابو خليفه، يا ابو خليفه، بس يا ابني كده في الشارع. تعالي عود افتحي. اشرب ميه نحلة. عينيا كبيره. ايه اللي بنزلك على الصبح كده يا ابو خليفه؟ اسقيني شويه ميه الاول يا ابني. الميه نحلة. ريقي ناشف. الله يا نحلة يا دنيا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضلي اشرب يا ابني. كتر خيرك يا حبيبي. ألف هنا. رايحة فين ولا جاية منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحال أخرج الصبح، أروح عشان أملى الأنبوبة
وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الاخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا ايه؟ وعلى الحال ده بقالي قد ايه؟ اكتر من 4 ايام يا حبيبي، ومش عارف اعمل ايه يا ابني. 4 ايام؟ وبتاكلوا ازاي؟ وعايشين ازاي؟ ربك اللي بيرزقك. ده مش انا بس، دي الحاره كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي، انا هتصرف اغير لك الانبوبه. انا مش عايزه اتعبك، كفايه اللي انت فيه. تتعبيني ازاي بس يا ام خليفه؟ انا احلى. تعالى بسرعه. خد الانبوبه دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك ما فيش انابيب. ها. خدتك بعافيه يا حبيبي. ربك هيحلها. يا رب. حلها من عندك. يا رب. يا وسط. يا رب. متشغلش بالك يا كبير. متشغلش بالي ازاي يا نحلة؟ ليه الموضوع ده يا نحلة؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 اسابيع مفيش انابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا، لولا ان احنا عندنا شوية انابيب جوه وبنبدل فيهم كان زماننا كبير بنولتهم. يعني ايه؟ والناس مش لاقية انابيب ليه؟ يا كبير، التجار يا كبير والناس بتلم الانابيب من السوق، الانبوبة بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. اوكي. هلو. انت جامد. انت اللي جامد. ها حبي. يا شيماء. مزعل امك ليه؟ ابدا والله، ما انت عارف امك. كل ما تشوفني ماسكه التليفون تتعفرط. قلت لها 100 مره بكلم عبير بدل ما اروح لها وهي تجيلي. بنذاكر مع بعض في التليفون. ماشي. ايه بقى حكايه الرجوع متاخر بالليل دي؟ انا بخلص المعهد بطلع 2 ساعة التمرين في المستشفى، الباقي بيطير في المواصلات. اعمل ايه بقى؟ اقول لي ما تعمليش اي حاجه. انا برضو قلت لها كده. قلت لها كمان ان اختي شيماء حبيبتي، لو في اي حاجه في دماغها هتيجي تقول لي انا اول واحد. ولا انا غلطان ولا ايه؟ طبعا، ما انت عارف ان انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. ماشي. بتجي صعبان عليا قوي، مش عارف اعمل لها ايه يا شيماء. مش عارف اعمل لها ايه. موضوع نص ده جه ولخبط الدنيا كلها. وبعدين انا وهي يوم في العالي ويوم في الواطي. من ساعه ما قلت لها على موضوع السفر ده وهي مش على بعضها، ده البنت فكراني هخلع منها. ما ليها حق بصراحة، يعني عايز تقول لها إن أنت هتسافر وتسيبها وتقعد تتفرج؟ البت بقالها كتير مستنياك. يوه، هو السفر ده عشان مين؟ ما هو عشانها وعشانكم، ولا هي عاجبها العيشة اللي هي عايشاها؟ في إيه؟ ما أنت عارفة وكل الناس عارفة والحارة حتى عارفة إن أنا هسافر. هو ده اللي في دماغي يا شيماء، في إيه؟ طب بالراحة عليها اليومين دول، كفاية الظروف اللي هي فيها. حاضر. أقدر الظروف اللي هي فيها، لكن في نفس الوقت مفيش حاجة هتتغير من اللي في دماغي. اللي في دماغي في دماغي. ربنا يهديك. انت قلت لي بنت شهد فين؟ قاعده في اوضتها ما بتخرجش. يا شهود يا حبيبتي، لسه برضه مش عايزه تروح المدرسه؟ احنا كمان كنا بنحب نوصل زيك بالظبط، كلنا زعلانين عليه. مش غصب عني يا فيبي، لما صحيت من النوم عشان اروح المدرسه ما لقيتوش بيصحيني زي كل يوم. احنا كنا بنروح المدرسه سوا وبنلعب سوا وبناكل سوا. تعرف يا ديمو كان بيحبك قوي، كان نفسه يبقى زيي. انا كمان كنت بحبه. عارفه يا شاك، نصه كان جدع. كان دايما يقول لي نفسه يكبر عشان يعوض امه واخته عن اللي شافوه. الله يرحمه. عارفه نص فين دلوقتي؟ عند ربنا. هو في مكان احسن دلوقتي، مكان احسن من اللي احنا عايشين فيه. طب اشمعنى هو؟ ليه هو بالذات؟ كان في 100 واحد في الخناق يستاهلوا الحق، اشمعنى هو بالذات؟ ده عمره يا شهد، وربنا هو اللي اختاره. ربنا عايز ان واحد ما عندوش اي قلب يموت واحد ما عندوش ذنب؟ بص عملوا ايه عشان يعملوا كده؟ ما عملوش اي حاجه، بس ربنا عايز كده.
ما نقدرش نعمل اي حاجه. انا عايز كده يا شيخ. ادعي له يا حبيبتي. ها؟ ادعي له. ادعي له بالرحمه. ادعي له. انت فينك يا امجد؟ كل ده في الحمام، الريس عاوزك. يا عم اخلع انت، الريس مين ده؟ في شرطه وكابس. اخلع بقى تقريبا تطريق. انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سامع يعني. وايه بقى اللي سمعته عني؟ ابدا حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. صحتك دي حاجه ما تعبنيش؟ لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب. وبعدين لو تعيبك يبقى تعبني انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده، انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البازار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش عاديين. الله، طب ما انت عارف كل حاجه اهو، كانك قاعد معانا وشايفني. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها. ما هو بقى اللي قال لي الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب. هتعمل حاجه قصاد حاجه. والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانية. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغالية؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا. زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقول له؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها؟ تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا افكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده. اتفضل استنيك. ها ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوته حلوه زيك كده، البسها في فستان فرحها بايدي وازفها على عرسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قول يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه؟ اللي بيفرحه؟ اللي بيزعله؟ بيتعكنن من ايه؟ مزاجه بيجي على ايه؟ حاكم راجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق يا ابو نبي، ما تخليه يشوف. الله 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 الله، رايح فين يا راي؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزفي يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهره طول عمرنا ولا ايه؟ جرى يا ام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب عليا الطلاق يا سامح، ما في فرح. اخر
حاجه اقولها لك. استنى يا ري، انا عارفه انت جواك ايه ومقدر، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخو. انا بس عايزه اطلب منك طلب، وساقي عليك النبي ما تكسفني، عايزه بس البس الفستان اتصور بيه صوره صغيره يا مين، نحطها على الحيطه ونفتكر اليوم ده طول عمرنا، وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسرلكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت ما فيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا، نصها بس، والنص التاني في الورشه. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني، قول اي حاجه دلوقتي وهي تتنفذ. وش ما تروحش الماتش الجاي ونخرج؟ لا كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرى لك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس، احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس، ولا دافع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص، لا. المساله احترام يا شيماء، احترام، لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا، وبعدين بقى هما اللي بيبداوا بيغلطوا، نسكت لهم؟ لا ازاي؟ ما يصحش، روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني، ما هي فتحة صدر بقى. لا اله الا الله، يا بنتي ولا فتحة صدر ولا حاجة. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هبل. طب ليه بنقعد ندب برجلنا على الأرض لما اللعيب تتقطع منه الكورة؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء بيبقى في ناس مالهمش في الكورة وبيروحوا يشجعوا بلدهم. حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزين نكتمه جوانا. ما ينفعش. دي الساعة ونص بتاعت الماتش هي الحاجة الوحيدة اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه. والمشكلة بقى إن هما لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفس على اللي جوانا. طب نعمل إيه؟ ناكل في بعض؟ بس أنا ببقى خايفة عليك. إيه؟ بجد؟ والله أنت ما عندك دم. ولا بتحس. طب بقول لك إيه؟ أنت ما جوعتيش. أصل بصراحة الكلام الحلو ده جوعني. ها؟ هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجاله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهل. عايزه تاكلي ايه؟ بيت زوريش. نعم؟ بيت زوريش. بقول لك غربان تقولي لي بيت زوريش، حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي. بيت زوريش. يلا. تعالي. يلا. والله ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. لا ما لا ما بالله. استهدي بالله. مش قادرة دي والله. عارف. عارف انه غصب عنك. غصب عني والله. غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعيه دي اليومين دول، ده شغل مستوى الودان بتوع زمان.
ما هي حماد أسماء قالت كده برضو. حماد أسماء هو العقدة ده بتاعك ولا بتاع حماد أسماء؟ ده شبكة أسماء، بس الولية حماتها كانت شايلها لما ابنها يجي يشبك، يعني بتشن على دماغها حاجة، هو ورهولنا عجبنا وقرنا الفتحة على كده. طيب يا ست ربنا يتمم الخير، أمال ليه عايزة ترهنيه؟ أصل يا مقدس اللي مطلوب مني أكتر من طاقتي، وأنا نفسي أفرح ببنتي وأخلص بقى. ما قلناش حاجة. طب بس افرضي إنه جوزها سألها فين العقد، هترد تقول له إيه؟ ما هو ده اللي أنا قصدك فيه. يوم الفرح إن شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافة الفرح، وأنا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحية. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحية؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفترينة؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ ما هو برضه يا اخويا اصله يعني. بصي بقى، امسكي ده ترجعيه مكانه زي ما كان، وبكره الصبح تاخدي اسماء وتروحوا الاثنين شارع عبد العزيز، انا هبعت معاكم مسعد، هي هتنقي الحاجه ومسعد هو اللي يدفع، وانت بقى مش مطلوب منك غير ان تتزغرطي. انت مش بتعرفي تزغرطي؟ بعرف يا مقدس. طب ما تسمعيني كده. مكسوفة عشان الواد اخو جيجي. الله يفيك الخير يا ام اسماء. امال جيجي فين؟ ما يجي لسه ما نزلتش، انا مديها يومين بس تروق شويه زياده، يعني مصيبه برضو كانت كبيره. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا مقدس. خلاص يا ستي اتكلي انت على الله، بس اوعي بقى تنسي ما تعزمنيش في كتب الكتاب. وانا اقدر، ده انت شاهد على كتب الكتاب كمان. شاهد على كتب الكتاب ازاي بس يا ام اسماء؟ دي لازم اسال فيها ابونا الاول. فوتك بعافيه. اتفضلي يا ستي مع السلامه. انا اتكلمت مع الراجل صاحب الارض وتقريبا كده شبه اتفقنا. عارف يا بابي، لو طلع كلامه بجد والارض دي فيها شغل، بتوع السفاره هيأجروا ويخشوا على طول. طب وهو اتفقت ما ياخد فلوسه يبعد عن الصوره خالص؟ طب لما هو يبعد بتوع السفاره يبتدوا، احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ايه يا بابي؟ هناخد عمولتنا طبعا. وناخد عموله ليه؟ ما نطلع احنا الحاجه ونبيعها لهم. يا بابي يا بابي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس دول بالذات ما ينفعش معاهم كده، احنا لازم نكسب ثقتهم، يعني ناخدهم واحدة واحدة. انت ناس انهم عندهم حصانة دبلوماسية ومسنودين، يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا في الأثار زي ما هم عايزين. وساعتها لو واحدة زي الزفت دي اللي اسمها فريدة عرفت، تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. خلينا كده يا بابي، من بعيد لبعيد أحسن، عندنا حاجات كتير قوي عايزين نفكر فيها بعد موضوع التمثال الأخراني ده. ولا انت عايز فريده بقى كل شويه تسلط علينا الجنرال؟ عندك حق، انا غلطت لما رحت الجنرال ده. ده كلب كلب ما يسويش، ما اعرفش غير مصلحته، مع انه كان رجع للتمثال كنت هدي له اللي عايزه. ولا يهمك يا بابي، ما تشيلش هم، احنا لو كسبنا الناس دي هنعمل معاهم احلى شغل، ونفك بقى من فريده والجنرال والناس دي كلها. اوكي غالي، انا مطمن كل اللي بتعمليه يا حبيبتي. ما تقلقش يا بابي، انا همشي دلوقتي اروح اجيب رامي المدرسه واتكلم بقى معاهم في حاجات كده شويه عايزه اخلصها. مع السلامه يا حبيبتي. باي يا بابا. باي. انت وقعتلي من السما يا ابو يحيى، انا لو كنت اتعكشت كان رحلوني وقتي. وانت يا ابني اللي مصبرك على اللي انت فيه ده، ما ترجع بلدكم تشتغل هناك اي حاجه احسن. اي حاجه يا ابو يحيى؟ انا لو اشتغلت 100 حاجه فوق بعض مش عارف اجيب الربع اللي انا بعمله هنا. وانت شايف نفسك عملت حاجه هنا؟ ايوه طبعا عملنا وجبنا فلوس، بس مخبيه في بيت الاشباح. بيت الاشباح؟ ايه بقى بيت الاشباح ده يا سيكا؟ ده البيت اللي ساكن فيه 20 روح. مصريين تلاقي، سوريين تلاقي، ليبيين موجودين، اللي انت عاوزه. اه ده جامع الدول العربيه تانية يعني. لا يا عم احنا مالناش في السياسه. طب بقول لك ايه؟ احنا نسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. انا لو جبت لك شغلانه كويسه قوي هتريحك وتضمن لك اقامه هنا مدى الحياه. تشتغل معايا سيكا؟ خيرك سابق يا ابو يحيى، ده كفايه الواجب اللي انت عملته معايا النهارده، بس اديني يومين بس كده اظبط حالي واكلمك. طب ماشي، ظبط حالك ورد عليا يا سيدي. ماشي يا باشا، عن اذنك بقى يا باشا. السلام عليكم. نورت يا سيكا. ايه في ايه؟ بنت شهد. ايه؟ طب ما تقابلها عشان ايه؟ لازم ارد. ايوه يا رخمه. ايه؟ رخمة؟ أنا في عينك ده نمك. هي دي يا بنت السلام عليكم اللي بتردي عليها في التليفون؟ معلش يا ماما أنا كنت فاكراكي شهد. أنت
فين يا بنت؟ وبعدين ايه الدمشه اللي حواليك دي؟ انت في الشارع يا بنت؟ لا انا لسه في المستشفى ما خلصتش، وبعدين ده الشباك، انا قاعده جنب الشباك. طب ما دام في المستشفى بقى اندهي لي حد من زميلاتك اسلم عليه. هتقول لها ايه بس يا ماما؟ وبعدين الو ايوه الو هي في ايه؟ انا لازم امشي. ليه بس قولي في ايه؟ هي بقى لها شويه شاكه فيا. طب انت مش مظبطه مع صحباتك؟ انا عارفه بقى شكلها عارفه حاجه. يلا والنبي يلا. استني هوصلك. ده ايه الجو وصفاره الحكم اللي على غفله ده؟ مساء الخير يا فندم. مساء السلام. الله يسلمك. الاستاذه غانية الشيمي نزيله هنا في الاوتيل. ثانيه واحده فندم، بعد اذنك. مظبوط يا فندم. طيب هي غرفة كام من فضلك؟ سوري ما اقدرش اقول لحضرتك. خسارة، انا كنت عايز اديها هدية. حضرتك تقدر تسيبها هنا واحنا نوصلها للغرفة. طب هاي الاول انا هروح اجيب الهدية من العربية وارجع على طول. اوكي شكرا. حدث. مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجة واحدة بس، الحزن في القلب وكل حاجة في القلب بتبقى صعبة، بس الدنيا لازم تمشي وهتمشي ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريان، بس كل بوقته. طبعا كل بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراه، بس فاكراه في قلبك، وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه تنزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه، ولا انت عايزه ايه؟ ربنا يسهل. أنا بقى اللي عندي طلب ليك. أمريني. أوه. مالها موحة يا جيجي؟ متكسرش بخاطر. أنت غلبانة ونفسها تفرح. أنا بنت وبقولك أنا عارفة يعني إيه فرحة. كل البنات بتستنى اليوم ده. عشان خاطر. ماشي يا جيجي. أنا هرضيها وهرضيكي، بس أنت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه. أنا بقى مش هنزل أشتري الشبكة من المحل غير لما تكوني موجودة، وأنت اللي قديها بنفسك كمان، وأنت حرة بقى. صاحبتك اتجوزيها اتعنسيها كده. فوكي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ما الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي، من الاخر يوسف محرج عليا يدخلك البيت وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله. يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا لو انت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي. واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا ربي. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي تعالي ادخلي. تعالي. على بالي يا حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي
يعني بتسأليني أنا؟ اسألي نفسك، الموبايل اتقفل ليه أول ما رن؟ قطع شحن، أهو أهو، ما كل الناس موبايلاتها بتقطع، هي جت عليا أنا يعني؟ علشان تعرفي إن لا كنت في التدريب ولا نيلة، ولو كان فصل شحن كنت كلمتيني من تليفون زميلتك أو من أي تليفون في كشك في الشارع. يما عايزاني أقف أتكلم من الكشك وأنا جاية على البيت، بتعملي معايا كده ليه؟ ليه؟ يا شيماء صرحيني كده وهاتي من الآخر إيه اللي في نفسك؟ أصرحك بإيه؟ أنا أخويا ما بيعملش معايا ربع اللي أنت بتعمليه ده. ما هو لو أخوك يجيب وشم اللي أنت بتعمليه هيكون مكسر دماغك ومنيمك في السرير همدانة. شم إيه؟ شم إيه؟ أنا عايزة أعرف أنت شم إيه؟ حد قالك حاجة عليا؟ حد قالك حاجة عليا يا يما؟ حرام عليك بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ حرام عليك؟ حرام عليك؟ أنا ويوسف حبينا بعض قوي، كان كل حاجة بالنسبة لي، وانا كمان كنت كل حاجه بالنسبه له. عشنا مع بعض فتره ما كناش بنسيب بعض فيها ابدا، لحد ما فجاه قلب عليا، بقى واحد تاني غير اللي اعرفه، بقى مش طايقني ولا طايق يشوفني ولا طايق يسمع صوتي في التليفون. طب واللي حصل بينكوا ده حصل في الحلال ولا بالحلال؟ طبعا يا ماما، انا بنت ناس ومتربيه كويس، اتجوزنا عرفي، قال لي كده احسن لحد ما يظبط اموره بعد كده كل حاجة تبقى رسمي، وأنا صدقته وسمعت كلامه. ما كنتش عارفة إنه هيقلب عليا القلبة دي. أنا لو أعرف هو إيه اللي غيره من ناحيتي أنا ارتاح، أغير من نفسي، أرجع تاني نادين اللي حبها. والورقة معاكي بقى بتاعتك ولا لأ؟ لأ، يوسف معاه الورقتين. وهو عارف بحكاية الحمل دي؟ عارف، مش مصدقني ومش مصدق انه ابنه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفة، انا جاي لحضرتك عشان تقولي لي اعمل ايه. انا ما اعرفش اعمل ايه. يوسف، يوسف جه، ادخلي جوه بسرعة، استخبي في اي حتة. السلام ورحمة الله وبركاته. مالك؟ مفيش حاجة. أنت خارجة ولا جاية؟ لا أنا كنت نازلة أشتري شوية كلف كده وعراوي من السوق. أحضر لك لقمة تاكلها؟ أنت ما عنديش غدا؟ لا إزاي، الغدا جاهز على التسخين، أنا قلت بس يعني بدل ما تتعب نفسك أنت أنا أقوم أسخن لك. خش أغير تكوني حضرتي الحاجة. سألت دياب؟ اه حصل، وهقابله بكره وابلغه. بس هو سعادتك يعني لو كان ليا فيه يعني ممكن اسال سؤال؟ اسال. يعني العمليه دي مش زي العمليات بتاعتنا، زي ما تقول سعادتك كده مختلفه شويه. انت مش بتسال، انت بتتناقش. العفو سعاده الجنرال، انا مجرد واحد بيتعلم من اساتذته. تقصد ايه بمختلفة يعني؟ في
في شكل العملية حتى الولاد اللي بينفذوها يعني مش عملية من عملياتنا الكبيرة. بص يا سينو، شايف شوية الدبغ دول؟ اللي نازلين دول شوية تفهين ملهمش أي قيمة، لكن لو جمعتهم في سيجار زي ده تقدر تدخنه. والله يعني سعادتك تقصد ان العملية دي هي شوية فتافيت التبغ الصغارين دول هنجهز بيها لعمليات تانية كتير؟ مظبوط. اه كده صح. I'm sorry.